طيب السؤال الأول، شارك رامي وعرين في سباق تتابع في مسار طوله الكلي 15 كيلومترا. طيب في بداية السباق وقفت عرين في نقطة بداية المسار، بينما وقف رامي على المسار في بعد 5 كيلومترات عنها. طيب ركضت عرين بسرعة ثابتة مقدارها في كيلومتر في الساعة إلى أن وصلت إلى رامي. مباشرة بعد وصول عرين إلى رامي، بدأ رامي الركض إلى أن وصل إلى نهاية المسار، وعادت عرين إلى نقطة البداية. ركض رامي بسرعة ثابتة أكبر ب 2 كيلومتر في الساعة من سرعة عرين الابتدائية، يعني رامي كانت سرعته في زائد 2. طيب عادت عرين إلى نقطة البداية بسرعة ثابتة مقدارها 5/6 في كيلومتر في الساعة. تمام، وصل رامي إلى نهاية المسار بعد 15 دقيقة من وصول عرين عائدة إلى نقطة البداية. طيب يعني إذا نشرح إيش يكون أبسط، هي عندنا هون المسار قصدي اللي طوله عبارة عن 15 كيلومتر. عرين بتكون واقفة هون على نقطة البداية، ورامي موجود ب 5 كيلومتر بعيد عنها اللي هو هون، اللي هاي المسافة 5 كيلو. طيب عرين تروح لعند رامي بسرعة في كيلومتر على الساعة، بعد ما توصل لعند رامي بترجع بسرعة 5/6 في لنقطة البداية، ورامي بس توصل له عرين بمشي لنهاية المسار بسرعة في زائد 2 كيلومتر في الساعة. هذا هو بشكل بسيط. طيب واحد ألف ألف واحد قصدي عبر بدلالة في عن زمن وقت عرين من نقطة البداية وحتى وصولها إلى رامي. طيب هلا احنا بنعرف انه السرعة هنا الفي تبعتهم هي تساوي كيلومتر في الساعة، يعني احنا بنعرف انه عرين مشت 5 كيلومتر قبل ما وصلت لرامي وكانت سرعتها في، فاحنا بدنا نشوف كم من ساعة اخذتها قبل ما تقطع هاي المساحة، عشان عندنا ايش المسافة وعندنا السرعة. ف من هون نقدر نلاقي بكل بساطة انه الزمن او الساعة اللي اخذتها هي 5/v ساعات، وهذا لا واحد. 2، عبر بدلالة في عن الزمن الذي احتاجته عرين للعودة، الزمن الذي مر من اللحظة التي التقت فيها عرين مع رامي وحتى عودتها الى نقطة البداية. طيب يعني بدهم الوقت لما كانت درامي لعبين ما رجعت. طيب اذا نطلع هنا احنا بنعرف زي قبل السرعة تبعتها اللي هي كانت 5/6 في وهي راجعة تساوي المسافة اللي قطعتها اللي هي كانت 5 كيلومتر على الساعة او الزمن. فاحنا بنعرف هنا 5 و5 بتروح، والساعة احنا بنضرب بالساعة و نضرب ب6/v، بصير عندنا انه الساعة تساوي 6/v، وهذا الزمن اللي اخذتها عشان ترجع من عند رامي لنقطة البداية. طيب شوف السؤال الثالث، جد الامكانيتين. اوكي طيب هلا احنا بنعرف انه الوقت اللي اخذ رامي يوصل لاخر اشي هو ربع ساعة، يعني 15 دقيقة. فإذا نطلع هون نقدر برضو نحسب قديش الوقت أخده عشان يقطع المسافة كلها بطريقة تانية. كيف ما حسبنا هون الوقت اللي أخده عرين توصل لرامي، نفس الإشي أنا بنعرف إنه رامي هون بمشي 10 كيلومتر سرعته في على 2، فنقدر نحكي إنه الوقت اللي أخده هو 10/v+2. تقدر تشوفوا هون، تقدر تشوفوا انه في تشابه بين الأجوبة. فالوقت اللي اخده عشان يقطع كل المسافة هي 10/v/2. هلا احنا بنعرف انه الوقت اللي اخدته يمرقها هي ربع ساعة، فالوقت كله اللي هو اخدته عشان يقطع هاي المسافة هي ربع ساعة زائد الوقت اللي اخدت عرين عشان ترجع. عشان اذا بتنتبهوا هون بقول لك وصل رامي إلى نهاية المسار بعد ربع ساعة من وصول عرين عائدة إلى نقطة البداية، يعني لما وصل لهون عرين بعد بربع ساعة
من معارين وصلت، هو وصل بالآخر. يعني في الوقت اللي هو قطع كل هاي المسافة يساوي الوقت اللي أخدت قعرين تمشي من عنده لعند نقطة البداية، زائد الربع ساعة اللي هي بعد ما هي وصلت وهو لسه بركض. فالوقت اللي أخدته عشان تقطع كل المسافة هي 10 على في زائد 2، اللي هي الوقت اللي حسبناه اللي هو بيقطع كل المسافة، تساوي 6 على في اللي هي الوقت اللي عارين أخدتها عشان توصل نقطة البداية، زائد ربع ساعة اللي هو الوقت بعد ما عارين وصلت اللي أخدته ليوصل للآخر. وطبعا من هون نقدر نحل ونلاقي ايش في هون، نقدر نضرب كل الجهتين بأربعة في على في زائد 2 على أساس إنه نقيم المقام. بالأخير بيطلع لنا هيك، ومنحل هاي المعادلة بيطلع لنا يا في يساوي 6 يا في يساوي 8. هلا احنا بنقدر نطمن شوي على اساس انه هون حكولنا جد الامكانيتين، يعني في تنتين واحنا لقينا تنتين، فهيك الواحد بقدر يطمن انه اجوبته صح. وطبعا اذا بتفكروا انه غلطتوا شغلة هون بالمعادلة بالحال تبعها، طبعا دايما تتأكدوا هون على الكالكوليتر. طيب حتى نشوف هون في معلومات زيادة. معلوم أن السباق كله من اللحظة التي بدأت فيها عرين الركض وحتى وصول رامي إلى نهاية المسار استغرق أقل من ساعتين. يعني كل السباق من لما عرين طلعت لما رامي وصل آخر إشي أقل من ساعتين. طيب ب، أي إمكانية من الإمكانيتين اللتين وجدتهما في البند الفرعي ألف ثلاثة هي في؟ علل. طيب هلا احنا بنعرف وقت السباق اقل من ساعتين، هلا احنا هون عم نتعامل بالساعات، ف اذا انتبهتوا هون ما كتبناش 15 دقيقة، كتبنا بربع ساعة عشان احنا حكينا انه السرعة تبعتهم هي كيلومتر في الساعة، فاحنا عم نتعامل مع كيلومتر وساعة الاحجم هدول، فلازم نخلي كل شيء بالوقت دايما في الساعات. فوقت السباق أقل من ساعتين. طيب احنا بنعرف ان وقت السباق يساوي الوقت اللي اخذت عرين، هاي 5 على في اللي هي الوقت اللي اخذت عرين تمشي من البداية لعند رامي، وبعدين الوقت اللي اخذت من رامي يوصل لاخرية المسار. فيعني 5 على في اللي هي وقت هذا تبع عرين وهذا الوقت تبع رامي عشان يخلصوا المسار، كل هذا أقل من ساعتين. فهون بكل سهولة نعوض في يساوي 6 وفي يساوي 8، نشوف أنه واحد بعطينا وقت أقل من ساعتين، هاي هون عوضنا فيه على 6، بالأخير طلع لنا 25 على 12. إيه طب 25 على 12 هي أكتر من ساعتين، فكيف إنه تكون أصغر من 2؟ آه ما بيصير، صفت عنا إنه هاي خلص مش راح تزبط انه في يساوي 6، طلعنا بالاخير اشي غلط. فمنجرب هلا هون في يساوي 8، نعوض 8، بعدين بيطلع لنا 13 على 8 اللي هو اقل من ساعتين، فهذا هو بيكون عندنا الجواب الصحيح.